لله. أمين. مجدا للرب. أرحب بالجميع في اسم يسوع المسيح الناصري، فرحان أكون معكم هذا اليوم. يسرني فعلا أن نكون مع بعض وأشوف وجوه حلوة. وبداية بدي أعزي كل إخواننا اللي تعرضوا للزلزال، ابتداء من إخواننا في سوريا والعراق وتركيا ولبنان والأردن وكل من وصل إله هذا الزلزال. بصلي في اسم يسوع أنه يتوقف، وفي فرصة اليوم أنه نعلن توقف لهذا الموضوع. عارفين الأخبار كلها بتطلع على العرافين، يقول لك العرافين تنبأوا، العرافين حكوا، العرافين قالوا هيك شيء، هذا العراف الفلاني، وبجيب لك فيديوهات لعرافة عمية من مش عارف من مليون سنة بيقول لك هذه العرافة تنبأت وتنبأت وتنبأت، ولا واحد جاب حدا من المؤمنين وقال تنبأ، ولا حدا وقف وطلع صورة مؤمن وقال تنبأ هذا المؤمن على أنه تنكسر هذه الأمور. يمكن الرب كلمك قبل ما يحصل الزلزال، يمكن كلمك بحلم، كلمك برؤية، كلمك بصوت، كلمك بآية، مش عارف شو الطريقة اللي كلمك فيها الرب، لكن أنا متأكد أنه الرب كلمك، لأنه ناس كثير كتبوا لي أنه الرب أعطاني هذه الآية. صلي للبلد، صلي لبلدك، صلي الحماية لبلدك، حتى لو إحنا برات البلد مش معنى هذا أنه إحنا مش رح نصلي لبلداننا، بالعكس مطلوب مني أني أنا أصلي وأتنبأ على البلد اللي أنا جيت من عنده. فبليز هذا اليوم خلونا ناخذ هيك فرصة، لأنه أنا شاعر جواتي أنه هذا الامتداد للزلازل بدها تطلع لمسافات أكثر. لهيك أنا بدي اليوم نتنبأ، يعني فرصة إلي وإلك أنه نوقف نمسك سلطاننا ونتنبأ على كل الأراضي المحيطة بتركيا من المكان كله، لأن ما في مكان إلا واحد من عندنا موجود فيه، إن كان من سوريا وإن كان من العراق وإن كان من لبنان وإن كان من الأردن وإن كان من فلسطين وإن كان من أي بلد آخر، حتى مصر لغاية الإسكندرية واصل الموضوع. فتعالوا هيك نوقف بسلطان، نكسر نبوءات العرافين. كل عراف قال كلمة عن بلدك، قول باسم يسوع أنا بكسر رؤية العراف على بلدي، الأشياء اللي طلعت ضد بلدك أنه راح يصير زلزال وراح يكون في موت ويكون صوت عالي ويكون مياه وكل اللي أنت سمعته من عرافين، لا تسمعوا وتصدقوا وبعدين تأخذ الكلام كأنه حقيقي. هذا اللي قال عن العرافة، قال أنه حتحصل، هو ضرب لعنات باتجاه البلد اللي أنت ساكن فيه. لهيك تعالوا نوقف بإيمان كمؤمنين حقيقيين قبل ما نعمل ولا شيء. اتنبأ على بلدك، أنا بكسر كل روح إرافة وبكسر كل سحر وبكسر كل كلام سلبي وبكسر كل روح موت قادم على بلدي، وكل زلزال وكل انشقاقات في الأرض وكل بنايات ستسقط وكل أمور حكى عنها العدو وكل أمور ستكسر، أنا بكسرها الآن بقوة وسلطان اسم الرب يسوع، باسم وسلطان الرب يسوع. أنا بعلن إنه لا موت على بلدي، لا لعنة على بلدي. ارفع اللعنة الآن باسم يسوع، ارفع إيدك وأعلن اللعنة وخلي إيدك توقف بوش اللعنة. اتذكر إنه يدك ممسوحة، فخلي إيدك توقف بنار الروح القدس. أنا بعلن كسر لكل اللعنات وكل الكلمات وكل الأسحار وكل الشر اللي آتي على بلدي بالكامل في قوة وسلطان اسم الرب يسوع. لا زلازل، لا زلازل، لا زلازل، لا براكين، لا نيازك تنزل على بلدي، لا غضب، لا أمور شيطانية. العدو أنا بأمرك باسم يسوع أنك ترفع إيدك من على بلدي، ترفع إيدك من على ناسي، ترفع إيدك من على الأشخاص اللي موجودين في هذا البلد في اسم وسلطان يسوع، من الكبير إلى الصغير. أنا بعلن حماية على أولادكم، بعلن حماية على عيالكم، بعلن حماية على بيوتكم الآن. أنا برش الدم، مكتوب يرى الدم فيعبر في اسم وسلطان يسوع. دم الرب يسوع يجي الآن على كل بيت. أعلن، أعلن إيمانك وأعمل هذه الحركة. أقول أنا برش الدم على بيتي، على أبواب بيتي، مش رح يقدر يدخل العدو إلى بيتي ولا إلى بلدي ولا مدينتي. مين ما كان جوات المدينة، مسيحي، مسلم، درزي، يهودي، لا تفكر بالأديان، فكر بقوة وسلطان اسم الرب يسوع اللي بده يقف اليوم ويصد الغضب الآتي على مدينتك. مكتوب طلبت من بينكم رجل يقف في الثغرة، يقف في الثغرة. وقف أنت، كن أنت الرجل اللي يقف بالثغرة، كن أنت الرجل اليوم اللي يغلق الباب، كن أنت الرجل اليوم اللي يقول للعدو ارتد إلى خلف، ما
ما عندك سلطان على حياتي. بأي بلد تكون، بالجزائر، بتونس، بالمغرب، بمصر، بكل بلادنا، حتى في أمريكا، حتى في الأماكن اللي أنت لك ناس فيها، في اسم يسوع أنا أعلن حرية، أنا أعلن نصرة، أنا أعلن غلبة. أقول لهذا الزلزال اسكت، ابكم ابكم، توقف عن قتل الناس، توقف عن قتل الأبرياء، توقف عن سلب الناس، في اسم وسلطان يسوع كل عائلة شردت، كل عائلة افتقرت، كل عائلة فقدت أحباب، كل عائلة فقدت ناس، كل عائلة خافت، كل ناس تحت الأنقاض لغاية هاي اللحظة. أصلي أنه رب يرسل ملائكة ويخرج هدول الناس بسلام، كل أطفال تحت الإنقاذ، كل أسر الآن في اسم يسوع. يا رب إحنا نتشفع، نكسر لعنات العرافة، نكسر لعنات العيافة، نكسر النبوءات السلبية، نكسر الكلمات السلبية، نعلن أنه كل آلة صورت ضدنا لا تنجح، كل سلاح صوب ضدنا لا ينجح، كل كلمات قضاء قيلت علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا الآن تنكسر، نحن من نحكم ولا يحكم علينا من أحد في اسم يسوع. الآن يا رب تعال بزيارات إلهية، تعال يا رب بتعويضات، تعال يا رب وانتشل الناس من تحت الرماد. يا رب أرجوك يا رب تدخل، أرجوك يا رب احسم المواضيع الآن، احسم يا رب كل الناس لغاية هاي اللحظة برات البيوت يا رب في هذا الجو المضطرب. يا رب أنت قادر أن ترجع الناس، يا رب قادر أن تثبت الأرض، مكتوب الأرض بملكك يا ابن الله، وأنت يا رب العامل فيها، أنت أسست، أنت قلت لأيوب أنا خلقت، أنا أسست، أنا عملت. في اسم رب يسوع نيجي اليوم يا رب نقف أمامك، نعلن إيماننا كسر لكل لعنات، ونعلن نبوءات، نعلن أراضينا في سلام، أراضينا تحت البركة، بيوتنا تحت البركة، أولادنا تحت البركة، نعلن حمايتك علينا، نعلن قوتك يا رب تتدخل الآن. يا رب ارسل، أنت حكيت لبطرس لو كنت أريد لطلبت من أبي فأرسل أكثر من 12 جيش من الملائكة. يا رب نحن نريد أن ترسل جيوش من الملائكة الآن يا رب، جيوش من ملائكة الرب الآن، تقف حوالين كل بيت، تقف حوالين كل أسرة، اعلن الآن إيمانك. أي طفل عندك بالمكان، في سوريا، في العراق، في الأردن، في تركيا، في فلسطين، في أي مكان أنت فيه ساكن الآن، اعلن أنا محمي، أولادي محميين، لأن الرب أرسل إلي ملائكة، مكتوب على الأيادي يحملونك، على الأيادي يحملونك لئلا يصدم بحجر رجلك، على الأيادي أنت محمول في اسم يسوع، بيتك على الأيادي محمول وأنت على الأيادي محمول. أعلن يا رب إيماني، هذا الوقت هو وقت نجاتي لشعبك، هو وقت يا رب الكل يسمع صوتي من هذا المكان. كل ما أعلنوا العرافين والسحرة والمقشطشين وكل ما أعلنوا دوائر الظلمة وكل ما أعلنوا الناس اللي تواصلوا مع النجوم والكواكب وكل ما أعلنوا العرافين وماتوا لكن بقت نبوءاتهم لغاية هذا اليوم، أنا أكسر هذه النبوءات الآن وأكسر هذه الإعلانات الآن وأكسر الجذور اللي طلعت منها هذه الإعلانات الشيطان وكل مملكته بقوة وسلطان اسم الرب يسوع، بقوة وسلطان اسم الرب يسوع، بقوة وسلطان المسحة. أنا أعلن المسحة النارية تتدفق الآن، أنا أعلن المسحة النارية تيجي، أنا ما بعلن أنه في زلازل، أنا بعلن نار الروح القدس تتدفق كسيل أمام هذا العدو القادم إليك حتى يغتصب بيتك وأولادك. أنا أعلن بيتك محمي، أنا أعلن تكون في سلام، تكون في فرح، تكون في اطمئنان هذا اليوم. أتوقف روح الموت، تعالوا معي هيك ننتهر روح الموت. وأنا بدخل للبرنامج كنت بصلي، كان يقول لي الرب انتهروا روح الموت، تعال هيك أوقف معي وننتهر روح الموت بسلطان. قل له هيك لروح الموت، العدو أرسلك حتى تميت عائلتي، حتى تميت أولادي، حتى تميت عملي، حتى تميت سكني، حتى تميت وتقتل الفرح جواتي، لكن باسم يسوع لا موت بل حياة، لا موت بل حياة، لا موت بل حياة. أنا أنتهرك يا روح الموت، أنا أقيدك يا روح الموت. لو روح الموت اليوم سرق سلامك، لو روح الموت أصابك بالمرض، لو روح الموت أصابك بالفقر، أوقف الآن بسلطان واتحد معي، أعلن هذا الإيمان، أعلن هذا الإيمان، أنا لن أموت بل أحيا وأخبر بكم صنع بي الرب. أنا شاعر المسحة بدت تدخل إليك الآن في اسم يسوع، أنا شاعر قوة من الرب تتدفق على حياتك. خليني أمسحكم بزيت لأنه شاعر في ناس بدها تستلم الآن سلطان ضد روح الموت باسم يسوع. هذه المسحة تستقبل الآن، أمسحك باسم الآب والابن والروح القدس، أضع هذه النار على حياتك الآن لكي ما تستخدم في لسانك ضد روح الموت،
انتهى الروح الموت والمرض، انتهى الروح الفقر، انتهى كل روح قائم ضدك لكي ما يسلبك فرحك وسلامك ويفقدك من تحب. لا فقدان، اعلن إيمانك، لن أفقد من أحب، لن أفقد سكني، لن أفقد بيتي، لن أفقد عملي، لن أفقد علاقاتي، مش راح أسمع خبر سوء. اعلن كسر لكل أخبار سوء، مش راح استقبل خبر سوء على حياتي في اسم وسلطان الرب يسوع. كل خطط انت عملتها لأجل إنجاح عمل الرب والرب وضع يده عليها، في ناس بدها ترجع، ممكن في ناس بدها تزور لبنان، تزور مصر، تزور مش عارف المكانات سوريا، لكنه خافت ارتبكت من هذا الإعلان. أقول لك في اسم يسوع تبطل كل مشورة على حياتك من العدو في اسم يسوع، تبطل الآن. بصلي لمصر، المصريين ارفعوا يديكم الآن وأعلنوا أن مصر في سلام، مصر في سلام، مصر في سلام، في سلام كامل باسم الرب يسوع. أهلنا بسوريا ارفعوا يديكم الآن، اعلنوا سوريا في سلام، سوريا، فلسطين، إسرائيل، العراق، لبنان، الأردن، كل هذه المناطق الموجودة، تونس، المغرب، كل السودان، كل أماكن نعلنها الآن، الخليج، كل الخليج الآن في سلام في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. تعالوا آخر شيء، نربط روح الموت والقتل في اسم يسوع. احنا نربط روح الموت والقتل، احنا نربطك بسلاسل ونقيدك بسلاسل، وملائكة الرب تقيد بسلاسل الآن، ونؤمرك الآن شيل إيدك واطلع إلى الجحيم ولا ترجع لبلادنا الآن في قوة وسلطان اسم الرب يسوع. آمين 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 آمين. هللويا هللويا، مجد للرب. برحب بالجميع في اسم الرب يسوع، فرحانين نكون معاكم، كنت مشتاق.